السلام عليكم حبايبي حباباتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناة. اليوم ان شاء الله غدا نقدم لكم وجبة غداء تليق بفصل الربيع مليئة بالبروتينات والفيتامينات. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناة. ودابا ان شاء الله غدا ندوزوا مع بعضياتنا لتحضير هذه الوجبة هذه، ونتمنى طرقكم. غادي ناخذ البطاطس، طبعا غادي نكونوا نقيناها وقطعناها. غادي نديروا شويه ديال ليستراغون، تحميره معلقه صغيره، الهريسه غير شويه. هاد الهريسه انا كنديرها في الدار باش تنسمها وتجي عندها واحد المذاق، شويه كتخلي المذاق ديالها رائع. ناخذ الثوم، نديرو ما يعادل واحد جوج ريوسه كبار ديال الثوم. هاد البطاطس حسن ما نقليوها، كتجي في الفران مقرمشة ورائعة حتى في المذاق ديالها. شوية البزار، البصل بودرة، الزعتر. انا عندي هاد الزعتر مخلط مع شويه الجنجلان تيزيدها مذاق رائع. الملح حسب المذاق طبعا، وزيت الزيتون، الزيت البلديه، نديرو شويه زيت، وغادي نخلطو كل شيء هاد التتبيله مع البطاطس، ونقدوها في الطبق ديالنا وتدخل الفرن حتى تبان لكم تقرمشات وتحمرات مزيان، وتخرجوها يعني 30 دقيقه في الفران، ما كتاخذش الوقت بزاف. دابا غادي ندوزو لي زيسكالوب ديالنا. طبعا غسلناهم وحيدنا منهم جميع الدهون والشوائب اللي فيهم. غادي ناخذ المايونيز بكثره، انا تنصيبها في الدار، صدقوني جربوا هذه الوصفه تجيكم رائعه، كيحماقوا عليها الدراري الصغار. لا موتار دو ديجون، ناخذ منها واحد معلقه، يعني معلقه كبيره شويه على حسب لا كونتيتي اللي غديروا ديال لي زيسكالوب. صوص صوجا، تا هي ما يعادل واحد المعلقه كبيره عامره مزيان. مرق الدجاج اللي كنت هضرت لكم عليه، تقدروا ديروه في بلاصتو ضمه البنه الدجاج. ثوم، جوج رويصات ديال الثوم، انا منظفاه ومجهزاه مقطعاه. باش يحيد عليا داك التعب ديال بقيت نقي تيضيع الوقت. شويه الفلفل او البزار، الملح على حسب الذوق، والعسل الاسود تقدروا تغيروه تعوضوه باي عسل عندكم. الحامض،
واحد جوج معلقات كبار ديال الحامض. انا اليوم ما قدمتش المقادير بوحدهم والوصفه بوحدها، حبيت نديرهم مع بعضياتهم باش تكون شويه اسهل وما يكونش الفيديو طويل عليكم. غادي نخلطوا هاد المقادير كلها مع بعضياتها تتجانس تولي عندنا كومين كريم. ونبداو نمارينيو في لي زيسكالوب ديالنا. المقدار كله اللي عندنا غادي نمارينيوه مزيان ونخليوهم حتى ندوزو للقلي ديالهم. لو طون اللي غادي ندوزو باش نقليوهم غادي يكونوا داخلوا مع بعضياتهم وشربوا من هذه الخلطه. هذه المذاق صدقوني رائع جدا، الدراري كيتهافتوا عليهم الوليدات. دابا من بعد ما كملنا غادي نحطوه يروبوزي شويه وغادي ندوزو لتحضير السلطات. غادي ناخدو الميكسور ديالنا شو غوج وغادي نديرو طبعا المبشره ديالو هي اللي غادي نستعملو، او المبشره اليدويه حتى هي غادي تقضي لينا الغرض، غير هادي اسرع. سلطه الشو غوج في الصيف وفي الربيع رائعه وغنيه بالفيتامينات. نكملوا الشو كله اللي عندنا. ناخدو ان بول نخويوه فيه ونخليوه على جنب وندوزو للسلطه الثانيه. بعد ما غسلنا الميكسور ديالنا غادي نجيبو لي كاروت الجزر والشو بلون لي شو وغادي ندوزو نبشرو هادشي كله باش نجهزو سلطه الكولسلو. بعد المرات الشو كنستعملوه غير في الكسكسو، عنده استعمالات عده ما كنعرفوش، عنده قيمه كبيره ولكن ما كنستعملوهش بزاف. هنا قلبنا المبشره ديالنا على الجهه الغليظه وغادي ندوزو باش نديرو لي شو ديالنا. نبقاو مكملين بهذه الطريقه حتى نكملو. انتوما كما كتشوفوا كلشي تبشر لينا. غادي نحطو كلشي في ان بول ودابا غادي ندوزو للتتبيل ديالهم. بالنسبه للشوج غادي ناخدو مقدار كبير من المايونيز، جوج معلقات ونص، بزار نص معلقه ما كاملاش معلقه صغيره، الملح حسب الذوق، والحامض من الاحسن الحامض او الليمون. الا شرينا مقدار كبير نعصروه ونخليوه محطوط، يعني كل ما نحتاجوه نلقاوه. غادي ندوزو الكولسلو. الكولسلو اصلا سلطه كتحتاج لبزاف ديال المايونيز. غادي نديرو مقدار 3 ديال المعلقات، شويه ديال لاكريم اونتيير، تقدروا تعوضوها بياغورت مسوس. الملح
والفلفل البزار السكر معلقة كبيرة ديال السكر وشوية ديال لانيت أو الشبت باللغة العربية، راه داير بحال الزغيبات ديال البسباس، رائع في السلطات والأسماك. ودابا من بعد ما بهرنا السلطات ديالنا غادي ندوزو للزعلوك المغربي بطريقة مختلفة شوية كيديروها الأمهات ديالنا سريعة. غنقيو الدنجال ديالنا نقردوه مكعبات، واخا تكون كبيرة ماشي مشكل لأن كله كيطيب في طنجرة الضغط أو الكوكوت. نديرو كل شي في الطنجرة ديالنا، طماطم الفلفلة الحمراء والخضراء مقردين صغار، انا زدت معاهم فلفلة حارة حيت عزيز عليا حار، اللي ما بغاش يدير الحار ما يديروش. قزبر ومعدنوس تحميرة او البابريكا مقدار ملعقتين صغار، شوية القزبر نص معلقة ديال الكمون معلقة صغيرة شوية البزار ثوم ما يعادل واحد الخمسة ديال الفصوص، بلا ما تقردوها بلا ما تحكوها بلا ما والو، الملح كل شي غادي يطيب في الكوكوت، وزيت الزيتون طبعا كيجي رائع بزيت الزيتون. نحركو كل شي مزيان، ندخلو العناصر مع بعضياتها، ونسدو طنجرة الضغط ونحطوه على النار يطيب على نار مهيلة. كما كتشوفوا انا نزلتها على خمسة، دابا غادي ندوزو سلطة كروديتي عادية فيها الخيار البصل الاخضر فليفلة حارة رويس ديال التومة طومات سوغيز، وقطعوا الخضار بهذه الطريقة. الطومات سوغيز نقسموهم على أربعة حتى نكملوا لا كونتيتي اللي عندنا كلها. فليفلة حارة والسلطة، نستعملو هاد السكين، هذا هو مخصوص للسلطة لأنه ما تيأكسدهاش لينا، لأن لسلطة لها قطعتيها بسكين اللي هو من الحديد أو الإينوكس أو أي معدن آخر تتأكسد وتيولي عندها واحد اللون مصدي شوية وكيولي الشكل ديالها غير لائق، يعني العين ما تتقبلوش. فمن الأحسن استعمال هاد السكاكين اللي خاصين بالسلطة، موجودين في المتاجر في المحلات، رويس ديال التومة لانيت اللي بقى لينا من الكولسلو نزيدو على السلطة، وغادي ندوزو لافينيغريت اللي غادي نبهرو بها السلطة ديالنا، شوية البزار الملح
الحامض. والزيت العادي، انا ما تنستعملش زيت الزيتون في السلطات لان تيعطيها واحد لوغو اللي هو مغاي، ما ماشي لذيذ. تنفضل الزيت العادي. ودابا غادي ندوزو للبسباس. البسباس غتاخدي غير بسباسه وحده تقطعيها، وغادي ندوزو للتبهير ديالها. شويه البزار، شويه الملح، الليمون، الليمون واحد 4 المعلقات، يعني ليمونه كلها حامضه كلها. والزيت العادي ماشي زيت الزيتون، زيت الروميه. نخلطوها، كتجي كمقبله لذيذه بزاف. ودابا غادي ندوزو للقلي ديال لي زيسكالوب ديالنا. غادي ناخدو لا شابلور، نزيدو عليها شويه ديال السمسم الابيض، معلقه صغيره ديال التحميره، نخلطوهم كاملين باش يدخلوا لينا العناصر كلها مع بعضياتها. ملي كيتقلى، ملي كيتقلاو لي زيسكالوب بلا شابلور مع الزنجلان الابيض او السمسم، كيجي فيهم واحد المنظر رائع. وتا بالنسبه للزنجلان فيه بزاف ديال الفوائد اللي هي صحيه. دابا غندوزو لابانيور ديالنا. فوالا، انا استعملت فوق بابي الومنيوم باش ما يروونش ليا الدنيا. نسخنوا الزيت مزيان ونبداو نقليوهم، نردو معهم البال لان خاص المقله تكون حاميه بزاف، ولكن نردو البال. دابا غادي نديرو العصير اللي غادي يمشي لينا مع هاد الاكله، هو لا سيترونات. كاس ديال السكر حامضه مقطعه بجلوف ديالها، شويه ديال النعناع، 4 ولا 5 الوريقات، ولتر ونصف من الماء. نطحنو كل شيء مزيان. شفتوا النعناع رد اللون ديالو شويه خضيدر. وهذه هي النتيجه النهائيه. كما كتشوفوا لي زيسكالوب جاو شهوه منهم، لا سالاد ديال شوغوج، البطاطس بعد ما طلعناها من الفرن وقدمناها، السلطه اللي كنا كنعرفوها، الزعلوك جا رائع ممتاز، والخيار والحامض اللي انا حطاهم تنصيبهم في الدار. كما كيما كتشوفوا معايا المنظر ديال البطاطس شهي جدا. نتمنى هذا الشيء يعجبكم. هذا روتيني في المطبخ، الغداء اللي وجدت لوليداتي. نتمنى لا عجبتكم شي حاجه، تقدموها تنتوما لوليداتكم بحب وبالصحه والعافيه. والى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله.